بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم في نشرة نور صباح يوم الاثنين الموافق 15 يناير. يوم الاثنين ورشة عمل رسمية لكافة أجهزة الدولة الحكومية، القطاع العام، القطاع الخاص. امتحانات نصف العام ما زالت مستمرة للمدارس والجامعات. كل هذا وذاك بينطلق في توقيت واحد يطلق عليه ساعات الذروة الصباحية. لذلك استعدت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى بنشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل. هذا بالإضافة للتنسيق التام والمستمر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الأحوال الجوية وتحديدا في الساعات الأولى من الصباح الباكر، والتي تشهد شبورة مائية كثيفة وسقوط أمطار خفيفة بيكون لها تأثير سلبي على القيادة الآمنة. كثافات متحركة منذ الصباح الباكر لحين تسكين الموظفين في أعمالهم والطلاب والتلاميذ في الجامعات والمدارس والسادة المواطنين إلى كافة المصالح الحكومية والخدمية. معظم تلك الكثافات الطرق المحيطة والمؤدية لمجمع المدارس والجامعات وأيضا الوزارات الخدمية التي يتردد عليها السادة المواطنين والمكاتب البلدية، وكذلك بالنسبة للميادين الهامة المؤدية إلى الطرق السريعة. لذلك تم تعزيز تلك الطرق وأبرزها ميدان الرماية والذي يشهد كثافات مرورية عالية حاليا بالنسبة للقادم من طريق الفيوم الصحراوي وطريق اسكندرية الصحراوي تحديدا اتجاه شارع الهرم. لذلك يفضل استخدام محور أنور السادات حتى يمكن أن نخفف الضغط المروري على شارع الهرم، حيث يوجد به حاليا كثافات مروريه عالية اتجاه نفق الهرم اتجاه أعلى كوبري الجيزة. أيضا منطقة الدقي، شارع الدقي اتجاه كوبري الدقي اتجاه شارع البطل أحمد عبد العزيز بيشهد كثافات مروريه عالية حاليا. لذلك تم وضع خدمات منع انتظار لمنع الوقوف الخاطئ والذي يؤثر على الحركة المرورية. شارع جامعة الدول العربية أيضا اتجاه مطلع كوبري 15 مايو بيشهد حاليا أيضا كثافات مرورية عالية. أعلى الطريق الدائري القادم من جنوب القاهرة اتجاه شرق القاهرة بيشهد أيضا كثافات متحركة، وخاصة أعلى الرماية اتجاه منزل طريق الواحات. طريق الفيوم الصحراوي القادم من طريق الواحات اتجاه طريق الفيوم الصحراوي بيشهد برضو بعض الكثافات المتحركة بمناسبة إنشاء كوبري المشاة على طريق الواحات أمام مدينة الفردوس. المتابعة الميدانية مستمرة بالنسبة للمناطق الكثافات المرورية بهدف سحب تلك الكثافات والتعامل معها فورا من قبل الخدمات الميدانية المعنية بنفس الموقع بالتنسيق مع غرف العمليات كل في نطاق اختصاصه حتى يمكن تسهيل وتسهيل الحركة المرورية. يمكن أبرز ما لدينا اليوم غلق كلي وجزئي لشارع يوسف عباس بمدينة نصر لتنفيذ أعمال عدد محطات قطار المونوريل. هذا الغلق سوف يستمر لمدة 30 يوما والأعمال سوف تكون ليلا ونهارا، وتم إجراء تحويلات مرورية. غلق كل لشارع يوسف عباس بالنسبة للقادم من طريق النصر اتجاه شارع العروبة، وتحويل حركة المرور اتجاه شارع ابن فضلان. وأيضا بالنسبة للقادم من شارع عبد العزيز الشناوي اتجاه طريق النصر بيسلك شارع السوق فيصارا شارع الهندسة العسكرية اتجاه شارع العروبة. ايضا غلق كلي لشارع عبد العزيز الشناوي اتجاه شارع علي امين، وهذا الغلق هيكون في الاتجاهين بالنسبه للقادم والمتجه من شارع عبد العزيز الشناوي اتجاه شارع علي امين، وتم تحويل حركه المرور اتجاه شارع الطيران. ايضا غلق جزئي بنفس الموقع في الوصله من تقاطع شارع عبد العزيز الشناوي مع شارع السوق، وذلك لإزالة الرصيف في نفس الموقع وأعمال التوسعة والتطوير. تلك مناطق الغلق الكلي والغلق الجزئي علامات إرشادية، علامات تنظيمية موجودة في نفس الموقع لإرشاد قائد السيارات إلى الطرق والمحاور البديلة، نظرا لأن الأعمال تستمر على مدار اليوم الكامل ولمدة 30 يوما. تلك المنطقة هتشهد أكيد بعض الكثافات المتحركة، لذلك
تم تعزيز الخدمات المضيئة ومع إرشاد قيادة السيارات إلى الطرق والمحاور البديلة حتى يمكن تسهيل وتسهيل الحركة المضيئة، وخاصة المتجه إلى شارع الطيران، وأيضا المتجه إلى شارع السوق، وأيضا المتجه إلى شارع المخيم الدائم، وأيضا المتجه إلى طريق النصر واتجاه شارع العروبة. أيضا المتابعة الميدانية مستمرة على مدار اليوم الكامل نظر الكثافات المتحركة الموجودة اليوم في معظم المحاور والميادين والطرق الرئيسية. الحمد لله المتابعة مستمرة حتى لا تحدث أي كثافات أو تراكمات مضيئة أو لا قدر الله حوادث مضيئة يكون لها تأثير سلبي على الحركة الميدانية لحركة سير السيارات، بالإضافة لتعزيز الخدمات على الكباري للتعامل مع أي أعطال مضيئة حتى لا تسبب أي كثافات أو تراكمات مضيئة. تعاون رجال المرور مع رجل الشارع المشاة وأيضا قائد السيارة منظومة متكاملة يجب أن نلتزم بها جميعاً.